السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي، ودي قناتي. لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل، يصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. هنعمل ايه النهاردة؟ هنشوي البطاطا بطريقة سريعة وسهلة، مش هتاخد وقت مننا خالص. لو شويناها في الفرن بتقعد ساعتين وثلاثة، لكن بالطريقة دي مش هتاخد معاكي 10 دقايق، وهتاخدي بطاطا كريمية وطرية بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. في البداية انا عندي كمية من البطاطا، انا بنقع البطاطا حوالي ساعة ساعتين كده عشان الطينة اللي فيها تبوش خالص. بعد كده باخد البطاطا بتاعتي دي تحت الحوض، بفتح المية كده فتحة متوسطة وبمية جارية ببتدي اغسل البطاطا واحدة واحدة، هي بتكون دابت من النقع الطينة اللي فيها، فبتتغسل معايا بكل سهولة وبتبقى نظيفة زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هاخد بقى البطاطا بتاعتي الفها بورق فويل زي ما انتوا شايفين، وهقول لكم واحنا شغالين في الفيديو انا بلفها بورق الفويل ليه. انا اخدت ورق قطع من ورق الفويل، وكل قطعة بحط فيها بطاطاية زي ما انتوا شايفين وبلفها، وبحكم غلق الاجناب او البواز بتاعت البطاطا. احنا عارفين البطاطا لما بتتشوى بتنزل عسل، فانا مش عايزة ان العسل ده ينزل ويتحرق ويدخل الدنيا زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. هتخلصي بقى الكمية اللي عندك كلها بنفس الطريقة. بصوا انا بضم كده الفويل على حراف البطاطاية عشان ايه اقفلها كويس. انتي لما تاخدي ورقة الفويل تحطي فيها البطاطاية وتلفيها عكس بعضها كده، فورقة الفويل بتبقى محكمة على البطاطا. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، ولو انتي جديدة على قناتي مطبخ توتي بسرعة بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل، يصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. مهما كانت كمية البطاطا اللي عندك هتخلص معاكي بكل سهولة، ما بتاخدش وقت خالص. واثناء ما انا بلف البطاطا انا كنت شغلت الشواية، ايوه الشواية اللي بنشوي عليها الكفتة، شغلت الفحم والنار هديت خالص. ابتديت احط الفويل او البطاطا بتاعتي على النار دي. الطريقة دي سهلة جدا علشان البطاطا بتبقى ملامسة للنار على طول، فبتتشوى بسرعة وبكل سهولة. وطبعا هنا اخويا كان بيساعدني، طول ما هي على النار بقى بقلبها، لان البطاطا اللي هتبقى ملامسة للفحم او للنار بتستوي بسرعة. شايفين واحنا بنمسكها بالماسك طرية جدا ازاي؟ طبعا احنا ما بناخدهاش بقى من النار ناكلها على طول، هي بتبقى مستوية جدا وبتبقى سايحة من كتر ما هي مستوية. بنسيبها كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق تهدى خالص لانها بتبقى سخنة جدا. طبعا ممكن يعني تبقى سخنة في الاكل فمش هينفع تتاكل على طول. بنقلب بقى اللي على النار مباشرة دي بتبقى طارت بسرعة، بناخدها على الحرف، ولا على الحرف بتبقى ناشفة شوية بنحطها في النص كده لحد ما نخلص الكمية كلها. انا البطاطا بتاعتي كانت هديت خالص، وهبتدي بقى اقطعها عشان اوريها لكم زي ما انتوا شايفين كده. انا سبتها تهدى عشان اقدر امسكها بس وانا بقطعها لكم، لانها بتبقى سخنة جدا، بس في نفس الوقت الطريقة دي سريعة جدا وما بتاخدش وقت خالص. شايفين استوت؟ في المرحلة دي بقى ممكن تضيفي لها اي صوصات انتي حباها، حبة صوص شوكولاتة، صوص كراميل، او حتى تسيبيها زي ما هي زي ما انتي عايزة. شايفين البطاطا بتاعتنا استوت جدا وطرية جدا، طعمها حلو قوي. وطبعا كلنا عندنا شوايات اللي احنا بنشوي عليها اللحمة بتبقى متوفرة، فالطريقة دي سهلة مش هتاخد وقت خالص. غير طريقة الفرن، البطاطا بتبقى قاسية شوية او جامدة فبتاخد 2 و3 ساعات في الفرن عشان تتشوى، لكن انتي لو عملتيها بالطريقة دي مش هتاخد 10 دقايق معاكي، وهيبقى معاكي احلى بطاطا مشوية. قدميها بقى لولادك في اطباق كده واقطعي الفويل زي ما انا عملت، وياكلوا بقى بالمعلقة والف هنا ليكم. شايفين ما فيهاش حتت جامدة، كلها مستوية ودايبة خالص.
طريقة ممتازة، جربوها وجربها وتعجبه ويتهيألي دعوة حلوة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي جديد على قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس على كلمة الكل ليصل كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. عندي في القناة هتلاقي وصفات تانية مختلفة للبطاطا بطرق مختلفة، هبقى اسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. انا كنت عملت البطاطا بركان البطاطا بصوصات كده جميلة، وكنت عملت فيديو تاني ازاي تسوي برضو البطاطا بمنتهى السرعة من غير ما تحتاجي للفرن. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.